السلام عليكم، أنا آية الطويشي. اليوم راح أشرح لكم آخر جزئية بالسياس اللي هي الأكسس. مبدئيا الأكسس أسهل من البروبلم سولفينج والإكسل، وإن شاء الله راح تكون أسئلته مضمونة، بحيث إحنا ما راح نعمل إشي زي الفلترينج أو البيفوت تيبل، وكله حيكون موجود من تيبلز وفورمز وكوير وريبورتس وكله. بس الكويريز هو الإشي الوحيد اللي راح نعمله، وإن شاء الله الأسئلة بتكون سهلة وعلاماتها مضمونة. هلأ أول إشي راح تعملوه، راح تنزل على الـ e-learning وتنزل فولدر اسمه الـ my hospital عشان تدرب معي عليه، تمام؟ هلأ الـ access بتتضمن 6 مواضيع اللي هي الـ properties، الـ tables، الـ relations، الـ query، الـ forms والـ reports، تمام؟ هلأ أول إشي بدنا نفتح الفولدر تبع الـ access ونعمل all access objects بحيث يبين عندي tables, queries, forms والreports كلياتهم مع بعض. هلأ مثلا بدنا نفتح table تبع الدكتورز، تمام؟ في عنا كبستين مهمين اللي هي right click open و right click design view، تمام؟ هلأ right click open المرة الوحيدة اللي نستعملها مثلا إذا سأل number of records in table الدكتورز، نعمل right click doctors right click open على الدكتورز table، تمام؟ وال number of records منجيبها من هون تحت اللي هي 19 records، تمام؟ هلأ في عنا كمان right click design view اللي هي كل properties رح نطولها منها، تمام؟ وطبعا نقدر نغير من هون من data sheet وال design view، أوكي؟ هلأ في عنا الفيلد نيم وعنا الداتا تايب وعنا الفيلد سايز وكل البروبرتيز بتلاقيها هون تحت، تمام؟ هلأ في عنا الدكتور اي دي، تمام؟ الداتا تايب تبعه حتكون نمبر، بحيث احنا بنقدر ننقي هون تكست، ميمو، نمبر، ديت اند تايم وغيره، بس حيكون موجود وانت بس تجاوب على الاشي اللي قدامك، تمام؟ هلأ في عنا اشي اسمه البرايمري كي، تمام؟ هذا البرايمري كي اللي هي بتكون اشارته هاي بتكون جنب الفيلد نيم، بحيث انه في تو بروبرتيز للبرايمري فيلد، اوكي؟ حيكون في عنا الريكوايرد يس ونو دوبليكيشنز اللي هي اندكست يس برضه، تمام؟ بس بدك تعرف اشي واحد اللي هو اذا كان ريكوايرد يس حيكون نوت نول، واذا ريكوايرد نو حيكون نول، اكثر من هيك مش مطلوب منك. وبدك تعرف التنتين البروبرتيز تبعون البرايمري كي وبس، تمام؟ هلا بنفس الوقت راح يكون في عنا الفيلد نيم اللي هي دكتور نيم والداتا تايب تكست، وفي عنا الفيلد سايز 30 والاندكست عنا نو، تمام؟ وهي نوت برايمري كي، نفس الاشي لهدول كلهم. هلا نفتح مثلا تيبل تاني اللي هو البيشنتس تيبل. في عنا نفتح رايت كليك ديزاين فيو على الpatients، تمام؟ هلأ في عنا برضو هون primary key هو أول field اللي هو patient ID، تمام؟ وفي عنا patient name والdate of birth وكلياتهم properties هون بتكون، أوكي؟ هلأ بس في عنا شغلة بالdoctors، في عنا هون في عنا عشان في numbers، اوكي، حيكون في عنا validation rule والvalidation text اللي هي بتكون شرط للinformation اللي رح ندخلها جوا هذا التيبل، تمام؟ هلأ الvalidation rule بتكون بإشارات الأكبر من والأصغر من إن الـ greater والless than، والvalidation text هي زي الشرح للnumbers اللي بكونوا فوق. مثلا على فرض رحنا عند الدكتورز، تمام، وعملنا open، تمام، رحنا على السالري وحطينا 1600، تمام؟ ايش راح يحط؟ must be between 300 and 1500. هلا 1600 مبين انها برا، فبالتالي ال validation rule has been violated وما تطبقت عليها، فاعطاني ال validation text هون، تمام؟ بس ارجعها عشان نقدر نكمل وبس. هلأ نروح مثلا على الـ patients، نروح على الـ design view، تمام؟ في عنا إشي اسمه look up properties، أوكي؟ منروح مثلا على الـ patients ID، منكبس كبسة look up، هون ما عنا look up properties، هون ما عنا، هون ما عنا، وهون ما عنا. هلأ عنا بالجندر بيكون في عنا look up properties، ليش؟
only combo box has lookup properties. اوكي هلا بالكومبو بوكس لازم نعرف إشي اللي هو اسمه limit to list. تمام هلا limit to list انه يا اما اذا الانفورميشن راح ندخلها جوا هذا الفيلد راح تكون من الرو سورس اللي هي ميل وفيميل، واذا كانت نو حيكون accepts everything. يعني اذا كان yes لازم نلتزم بالميل والفيميل، واذا كان limit to list no بيقبل مثلا ميل وفيميل واي اشي تاني انه accepts everything. اوكي هلا هون طالما yes راح يلتزم بهدول، وحكينا only the combo box has lookup properties لأنه مثلا إذا رحنا فوق تمام هون ما عنا lookup properties لو إيش ما كانت. تمام لهون. هلأ بعدين بيجي عنا إذا فتحنا هون الـ general تمام في عنا إشي اسمه الـ input mask. تمام هلأ الـ input mask هي نفس مبدأ الـ validation rule والـ validation text، إنها حتحط لي شرط. بس هلا لما حطينا بالvalidation rule والvalidation text حطينا شرط على الأرقام وعلى القيمة اللي نحطها وبس. هلا بالinput mask اللي هي بتعطيني شرط عدد الكاركترز اللي راح ندخلها، يعني إذا حطينا 0 أو 9 تمام لازم نحط 1 digit، وحطينا L أو question mark بنحط 1 letter. اوكي طبعا ال greater than وال lower than اللي هي بتعطيني ال capital letters وال small letters بحيث بترتبط بال L وال question mark. تمام لهون. هلا في عنا اشي اسمه ال obligatory وال optional، بحيث ان ال obligatory حيكون اجباري وال optional بيكون اختياري. تمام مثلا لو رحنا نشوف 009 حكينا الزيرو بتدخل 1 digit 1 digit 1 digit تمام، بس في عنا هاي اجباري وهاي اجباري وهاي اختياري، يعني 2 minimum و 3 maximum، يعني بيقبل يدخل 4 5 بحيث ان ال 4 حتتدخل مكان الزيرو وال 5 تدخل مكان الزيرو، وما دخلنا اشي مكان ال 9 تمام. ممكن كمان ندخل مثلا 2 3 1 وكل وحده بتنحط مكان، كل كاركتر بنحط مكان واحدة من هدول. تمام يعني عنا يا بنختار نحط مكان الناين اشي او لا لانها optional. تمام اذا رحنا على letters في عنا LL question mark question mark. هلا في عنا obligatory obligatory optional optional 2 minimum و 4 maximum. اوكي يعني ممكن ندخل 2 3 او 4 1 ما بزبط طبعا، وطالما ما في عنا اللور اللور ذان والجريتر ذان فما ما في مشكلة إذا كان capital letters أو small letters. تمام لهون. هلا بعدين بيجي عنا ناخد هذا مثلا في عنا LL09 question mark L. تمام عنا 1 2 3 4 maximum 4 minimum 1 2 3 4 5 6 maximum. تمام 4 minimum و 6 maximum، بحيث ان المينيمم حيكون only الobligatory عبينا مكانهم، والماكسيمم بيكون عبينا مكان كل وحدة character. وطبعا لازم ننتبه للagreement والarrangement انه هو بيعبي على الترتيب. اوكي يعني لازم ندخل مثلا إذا حطينا الـ Z مكان الـ L تمام، الـ L مكانها A، الـ O مكانها 9، الـ 9 مكانها 8 question mark A وهاي. تمام إذا في عنا هون arrangement وعنا agreement هاي زبط ناخدها. أوكي وطبعا في عنا إذا حطينا الـ lower than والـ greater than منحط الـ capital letters والـ small letters زي هون وهون. تمام لهون. هلا بعدين بيجي عنا اذا فتحنا على الداتابيس تولز عنا اشي اسمه relationships. تمام هلا الrelationships في عنا 4 types of relationships 1 to 1 1 to many many to many والintermediate. تمام الطريقه اللي بنفرق بينهم بحيث انه يكون في عنا البرايمري كيز ما عدا الماني تو ماني بنحطها على جنب. هلا اذا كان في عنا برايمري كي to primary key بيكون في عنا 1 to 1، primary key to non-primary key 1 to many، non-primary key to non-primary key many intermediate. تمام والmany to many
تيجي عنا بيكون في عنا junction table. تمام؟ هلا شو يعني junction table؟ junction table زي هذا patient doctor. عن patient ID جبنا هذا الفيلد من patient table، والدكتور اي دي جبنا هذا الفيلد من الدكتور تيبل. التريت ديت جبناها انها بتجمع بين التو تيبلز، فهاد صار في عنا اشي اسمه الجنكشن تيبل، وصارت الريليشن شيب بتوين الدكتورز والبيشنتس ماني تو ماني. تمام؟ هلا الريليشن شيبس طبعا بتكون جاي جاهزه بالامتحان، وانت بس بسالك عليها انه ايش مثلا تايب لا هاي الريليشن شيب. هلا اذا كان مربوط بين الدكتور اي دي بين الديبارتمنت اي دي والدكتور اي دي هون، تمام، انه مش اعتمادا على هذا السهم، حيكون في عنا برايمري كي تو برايمري كي، يعني 1 تو 1. بس هون مربوط عنا دكتور اي دي مع الديبارتمنت نمبر اللي هي شو 1 تو ماني. نتاكد مثلا نعمل دبل كليك، طالما relationships جاهزين رح يكتب لي هون relationship type 1 to many اللي هي primary key to non-primary key. تمام لهون؟ هلأ إذا كان طبعا مثلا مربوط ال floor field مع department number، بيكون في عنا non-primary key to non-primary key اللي هي ال intermediate. تمام؟ وبس، يعني هذا الإشي المهم بال relationships، ومبدئيا كله حيكون جاهز. هلا مثلا اذا طلب ايش ال relationship between department و patient، تمام، بنحكي له انه no relationship لانهم اصلا بعاد عن بعض وما في اي خطوط بتربط بيناتهم. تمام لهون؟ هلا بيجي عنا خلصنا ال properties وال tables والrelationships. هلا نيجي على الكويري. تمام؟ هلا الكويري حكينا انه we only create query بالإكزام، وكل اشي حيكون موجود بالامتحان جاهز وينسأل عليه أسئلة كتير واضحة. تمام؟ الكويري اشي كتير سهل، وان شاء الله برضو علاماته مضمونة وبس. تمام؟ هلا نفتح على الكويري. تمام؟ هلا اذا بدنا نعمل كويري بطلع عنا هاي الشاشة. اوكي؟ في عنا field table sort show criteria or. تمام؟ هلا الفيلد اللي هي الفيلد نيم، التيبل اللي هي من اي تيبل جبنا هذا الفيلد، السورت حيكون في عنا ascending وdescending، الascending تصاعدي اللي هي مثلا من a to z او من 0 to 9 هيك، اوكي، والdescending اللي هي تنازلي اللي هي العكس. والشو طبعا اذا عملنا لو رن او شيء زي هيك عند الاوبن اذا يبين هذا الفيلد معانا، والكرايتيريا اللي هي الشرط. هلا ممكن يكون في عنا زي مبدا الاكسل انه شرطين، اذا كان على نفس السطر بيكون اند، وكان على تحت بعض بيكون اور. تمام؟ هلا كله بتبين مع هالامثله. هلا في عنا الكرايتيريا. تمام؟ هلا في عنا الكرايتيريا للنمبرز اللي هي عادي greater than lower than greater than or equal lower than or equal equal not equal وهيك. تمام؟ هلا الديت برضه نفس المبدا، بس قبل ما نكتب الديت وبعده لازم نحط الهاشتاج. هاي مهمه كتير الهاشتاج بكتابه الديت. هلا على فرض حكالنا after حيكون في عنا greater than on or after greater than or equal. تمام؟ وفي عنا مثلا on or before 2/3/2013. تمام؟ حيكون في عنا lower than or equal to، نفس مبدأ هديك. تمام؟ هلا الاشي اللي ننتبه له اللي هي in 2013 اللي هي between 11/31/12/2013. تمام؟ يعني بنفس السنة اللي هي من 11/31/12. وإذا طلب بنفس المنث زي هون مثلا عنا on December اللي هي من 1/12/31/12. تمام؟ وبرجع بحكي ما ننسى الهاشتاجز قبل وبعد بكتابة الشرط، هي نفس مبدأ الأرقام بس منحط الديت عادي. وطبعا إذا كان مثلا الشهر 30 يوم 31 يوم 28 ما بفرق، عادي بنكتب من 1/31 وما حيأثر معنا. هلا اذا كان على الكرايتيريا اون تكست، تمام، هلا الكرايتيريا اون تكست في عنا ممكن نحط شرط. طيب هذا الشرط اللي هو لايك، نفس مبدا الانبوت، بحيث بالعاده بتيجي عليهم الاسئله نظريه، وانه مثلا انه بسال اذا هاي مثلا A
نجمع انه ممكن تدخل مع الكلمة اللي هو معطينا اياها، بحيث احنا لازم ننتبه على الاجريمنت والارينجمنت تبعها واللي هو على الترتيب. تمام، هلا هون مثلا عندنا النجمة zero or more characters لquestion mark one character only، وفي عندنا هون اللي هي مثلا ممكن نحكي لها من A to C، او هون برضو من A to C، بحيث انه هون لازم يكون من A to C وهون not من A to C. تمام، اللي مع علامة التعجب هاي. تمام، والهاشتاج هون اللي هي للديجيت، اوكي، او البلس والماينس. هلأ بعدين بيجي عنا اليس والنو. هلأ انه اذا كان له تيك حيكون يس، ونو تيك حتكون نو، هاي ما فيها اي شيء. هلأ ناخد أمثلة هون مثلا للنوميريكال values. تمام، في عنا الgreater than وعنا البتوين، هدول سهلين. في عنا text أحمد، أوكي، طبعا لازم ننتبه بكتابة الاسم إنه بينزل زي ما هو بالcapital letters والsmall letters وكله، طيب، وبيكون بين quotations. هلأ أحمد بنحطها زي ما هي أحمد. هلأ إذا حكالنا contains h، تمام، انه حنحط نجمة h نجمة. تمام، هلا حكينا النجمة انه one or more characters، بحيث انه ممكن contains h، يا ما يكون اول حرف اخر حرف بالنص ما بيهمنا ترتيبه، بحيث انه يعني ممكن zero or more characters نحط مكانها. تمام، هلا اذا طلب زي هون في عنا الـ patient's name starts with A اللي هي الـ first letter. تمام، منحط A ونجمة لأنه يكون في عنا برضو zero or more characters. هلأ الـ second letter، تمام، الـ question mark حكينا لـ only one character بدخل عليه. تمام، اللي هي question mark حتكون الـ first letter ما بفرق شو ما كان، الـ second letter حيكون D زي ما كتبنا، والنجمة لتكملة الكلمة، ممكن تكون حرف ممكن تكون تكملة الكلمة عادي، لأنها zero or more characters زي ما حكينا. هلا contains mm زي ما بدأ contains h اللي هي نجمة قبل ونجمة بعد. تمام، والديت زي ما حكينا حيكون في عنا الهاشتاج لازم ننتبه عليها، والباقي بيصير زي النمبرز. هلأ more than one condition، تمام، حكينا الـ and بيكون على سطر واحد والـ or بيكونوا تحت بعض وما بيكونوا على نفس السطر، والـ sorting حكينا على الـ ascending والـ descending وبس. هلأ في عنا مثلا هون في عنا مثال like m من a to v not من a to c question mark نجمة. تمام، الـ m خلينا نشوف مثلا هذا المثال إذا في عنا الأجريمنت والأرينجمنت وإنه إذا حيكون مقبول. تمام، هلا في عنا الـ M، نزلت M من A to V، حطينا الـ A، not من A to C يعني لا A ولا B ولا C. تمام، والـ M، تمام، هلا الـ question mark حطينا مكانها الـ A، والنجمة اللي هي تكملة الجملة هاي تكملة الكلمة، معناها it accepted. هلأ في عنا نفتح على الأكسس ونعمل create query. تمام، هلأ طبعا query wizard محذوف وquery design هو الإشي الوحيد اللي رح نشتغل عليه. هلأ نيجي ناخد سؤال أول، خلينا نطبق عليه. تمام، هيا في عنا query training examples. هلأ نحل مثلا question 1، create a query on table patient to display the patient's information. تمام، بدنا نروح على الـ access. تمام، حطينا create query design، حكى بده الـ patients ونعمل add close. تمام، هلا الـ field بده الـ patient's information، معناها راح نحط كل الـ fields ونعملهم كلهم show date of birth والgender married والaddress. تمام، بس اعمل x لهذا ما إلى داعي. هلا هون لحاله
حطلنا إنه هذا الفيلد إجا من تيبل البيشنت زي ما حكينا، وما حكالنا على السورتينج اللي هي إذا أسندينج أو ديسندينج، فما رح نعبيها تمام. وطلب كل الانفورميشن فكلياتهم محطوطين على الشو تمام، ما في أي كرايتيريا، فإيش منروح منكبس رن. بس دقيقة أسكره تمام، ومنعمل رن. هيو أعطاني ال patient's number, patient's name, date of birth, gender, married والأدرس تمام. وطبعا هاي number of records هيها تحت. وبس نيجي ناخد سؤال تاني. طيب ناخد هلا question 4. عنا create a query on table doctors to display doctors information with salary is greater than 400. طيب بدنا doctors table, doctors information, salary greater than 400 تمام. نروح على access، نعمل create query design doctors table add close تمام، بده doctors information doctors name phone salary وال department number تمام. هلا حكى بده doctors ال salary greater than 400. طيب ومنعمل run تمام. هيا ببين عنا salaries كلياتهم greater than 400 وهي ال information تبع ال doctors تمام. لهون نيجي نحل question. هلا question 6 تمام. create a query on table patients to display the patient's name and married for the patients who live in عمان or gender is female تمام. منروح على access create query design patients add close طلب ال patient's name طلب ال gender والماريد والادرس تمام. هلا الجندر حكى اذا كان فيميل اور، بننزل لسطر تاني اور ليفز ان عمان تمام. طبعا لحاله بحطلي اياها بكوتيشنز اوتوماتيكلي. طيب هلا اذا طلب ماريد طبعا هون نكتب يس، طلب نوت ماريد بنحط نو، نفس المبدا. بنروح بنعمل run تمام. هيو الميلز ليف ان عمان، الفيميلز مو شرط يكونوا ليف ان عمان تمام. في هون عمان، اربد، الزرقاء، كلهم هدول الفيميلز اوكي، عشان كان الشرط اور تمام. هلا نيجي نحل question. طبعا الديتس حيكون نفس مبدا النمبرز، بس ما ننسى الهاشتاجز، مو كتير رح يفرقوا. طيب نيجي نحل question 10. طيب create a query on patients table to sort the patients in ascending order according to the patient's name. طيب بدنا نروح على patients table وناخد the patients according to the patient's name ascending. اوكي بنروح على access create query design patients add تمام طلب ال patient's name. هلا ممكن تحط كل ال properties هون وبعدين تعمل unshow الأشياء اللي ما بده إياها، بس ما في داعي هلا لأنها ما حتفرق معنا. يعني ممكن يطلب شرط على واحدة بس ما تكون shown، بس مو كتير حيفرق. طيب هلا طلب هون ascending اللي هي التصاعدي، ونعمل run. هاي هم على alphabetical order بال patient's name تمام. نيجي نحل question 13. طيب هلا create a query on tables doctors and patients display the patient's name doctor's name for the patients who live in عمان. طيب access create query design doctors add patients add close. هلا طلب الـ patients
name والdoctor's name. تمام. والpatients who live in عمان. منروح على patients الادرس نكتب عمان. تمام. ومنروح نعمل run. هاي الpatients والdoctors والادرس عمان تبع الpatients. تمام لهون. نروح نحل question 14. طيب هلا هون صار في عنا إشي جديد وإشي كتير بسيط ما حيفرق هالقد. في عنا اللي هي sum والmaximum, minimum, count, average والgroup by. طيب هلا بحكي لنا create a query on table doctors to display the maximum salary. طيب منروح نعمل create query design. منروح على doctors add طلب الماكسيمم سالري. منحط بس الماكسيمم سالري. تمام. هلا وين منروح؟ منروح على الديزاين منكبس توتلز. ايش عملت لي؟ زادت رو جديد اللي هو التوتل. طيب منحط بدل جروب باي طلب ماكسيمم منحط ماكسيمم ومنعمل رن. وهي الماكسيمم سالري للدكتورز. طيب مبدئيا باقي الأسئلة حتصير نفس المبدأ فأنت تحلهم لحالك. يعني أنا حاولت أجمع لك الأفكار المطلوبة والمهمة وباقيهم حيكون نفس الفكرة. طيب نيجي هلأ للcalculated field query. طيب الcalculated field query اللي هي حيكون زي هيك. تمام. between brackets مثلا salary ضرب 12. هلأ إذا هو معطينا السالري اللي هو الراتب الشهري وطالب الكويري يكون على الانيوال سالري اللي هو الراتب السنوي. تمام. بنعمل السالري ضرب 12 عند الفيلد نيم. تمام. وما لازم ننسى البراكتس هدول ولا رح يطلع الشغل غلط. وطبعا الرقم رح يكون برا هدول البراكتس. طيب هلأ أول ما نعمل منروح على access مثلا بنعمل create query design. منروح على doctors بنعمل add. طيب طلب مثلا الانيوال سالري. طيب منروح منكتب سالري. تمام. منسكر البراكتس بعدين ضرب 12 بنعمل انتر. هلا لما عملنا انتر طبعا من هون من الدكتورز هلا صار في عنا هاي اكسبيرمنت 1 هي اوتوماتيكلي بحط لي اياها. ممكن هون نغير الاسم. طيب بحيث بيتغير اسم الفيلد مثلا نسميها هون annual. تمام. صار في عنا الانيوال. طبعا هدول النقطتين رئيسيتين مهمين كتير ولا رح يطلع الشغل غلط اصلا وما رح يرضى يعمل لي الكويري. طيب وبنعمل run. تمام بس لحظة. هاي يوم نعمل run. هاي في عنا الانيوال سالاريز. هاي صار اسم الفيلد انيوال. تمام. وهدول السالاريز كلياتهم رواتب سنوية. اوكي. وبس هلا هو ما حيسألك تعمل شو اسمه calculated field. رح يسأل انه مين الكويري مثلا اللي بيحتوي على calculated field او ايش اسم الcalculated field اللي هو حيكون annual هون. او انه اذا يحتوي على calculated field انه بيكون عادي yes لانه هي في between brackets وفي ضرب 12. تمام. هلا في عنا اشي اسمه الparameter query. اوكي. الparameter query نروح نعمل query design مثلا ونعمل doctors نعمل add close. تمام. هلا هو الباراميتر كويري لازم ننتبه ان نحط between brackets بحيث هي more specific. اوكي. وفيها privacy اكتر من الكرايتيريا. يعني مثلا اذا حطينا doctor name. تمام. وحطينا salary. اوكي. هلا اذا حطينا عند الكرايتيريا between brackets enter doctor's name. تمام. وسكرنا البراكتس. اوكي. وعملنا شو؟ عملنا run. ايش اعطاني؟ هاي الباراميتر فاليو اللي هي enter doctor's name على فرض كتبنا علي وعملنا enter. اعطاني علي اللي السالري تبعه 1000. تمام.
هلا بنفس الوقت إذا عملنا تمام، إذا عملنا كتبنا علي وعملنا انتر وعملنا رن أعطاني نفس القيمة، فهي مبدئيا ما فرقت معك سواء كان الكرايتيريا حطيت هي علي ولا حطيت انتر دكتورز نيم بعدين سميت علي، بس هي راح تعطينا مور سبيسيفيك ومور برايفسي بالكرايتيريا وممكن نغيرها. تمام. طيب هلا خلصنا هدول، ضل في عنا الفورمز والريبورتس. الفورمز والريبورتس اسئلتهم كتير بسيطه وكتير واضحه بتيجي، برضو بيكونوا جاهزين وما بنعملهم زي الكويري. تمام، يعني حيكونوا جاهزين بالامتحان ومش مطلوب نعملهم. هلا عنا الفورمز. ايش يعني فورمز؟ الفورمز هي عباره عن زي استبانه، تمام، بنعبي فيها اسماء ارقام اشي زي هيك، اوكي، وسالاريز زي هذا المبدأ. طيب الريبورتس هي عبارة عن الفورمز معباية جاهزة، يعني احنا ما بنعمل editing او انه ما بنعمل entering information جوا الريبورت، وانما بنعمل هاي الاشياء جوا الفورمز. تمام، يعني هلا مثلا عنا اذا فتحنا على الاكسس، اوكي، هلا عنا هاي الفورمز وعنا الريبورتس، هم كتير بيشبهوا بعض بس زي ما حكينا واحدة بتعبي فيها وواحدة لا. هلا في عنا right click design view، تمام، هلا في عنا 5 sections مهمين جوا الفورمز، اوكي. هلا بحيث بالopen، اوكي، ما ببين عنا الا 3، اوكي، وتنتين ما ببينوا، يبينوا مثلا بالprint preview، اوكي. في عنا اشي اسمه الform header، الform footer، الpage header، الpage footer والdetail section. تمام، هلا الform header هو عبارة عن عنوان للform، تمام، انه stays the same in every record، اوكي، بس لما نعمل بال print preview only shows in the top of the first page. نفس المبدا الform footer stays the same in every record، اوكي، وبالprint preview shows in the bottom of the last page بالform. تمام، في عنا detail section حكينا بحيث انه هدول زي ال patient's number، ال patient's name، ال date of birth، كلهم هدول بتغيروا ب each record، اوكي، مثلا هون في عنا بنحط number، هون بنحط name and so on. طيب هلا اذا فتحنا بال open اللي هي form view، تمام، في عنا هون مندخل الداتا اللي هي عنا النمبر، النيم، طبعا هدول مدخلين جاهزين هلا، بس انه ممكن نعمل لهم editing، اوكي. هلا بحيث في عنا number of records، عنا 20 records، اذا طلب قديش الpages، تمام، منروح على file، تمام، print preview، ومنروح على last page. هون في عنا 5 pages وفي عنا number of records اللي هناك جبناهم، تمام، اللي هي من الopen. في عنا إذا طلب إنه what is إنه إيش التيبل اللي بيعتمد عليه هذا الفورم، تمام، اللي هي التيبل that the form depends on، أوكي. هلا منروح على design view، تمام، منروح على design وبنعمل add existing fields، أوكي، هاي وبيطلع لنا هاي الجزء، وبنعمل لحظة بس أعيدها عشان تشوفوا. في عنا add existing fields، أوكي، وبتكون هي هيك. هلا بيعملنا show all tables وبيعطيني ال patients table، تمام. إذا رحنا مثلا على doctors وعملنا right click، تمام، design view، نفس المبدأ، في عنا depends on a doctors table، أوكي. هلا إذا رجعنا، تمام، هلا في عنا 5 types، أوكي، في عنا في عنا الليبل، وعنا التكست بوكس، وعنا الكومبو بوكس، عنا التشيك بوكس، وهدول، تمام، هلا والكوماند بوتن، اوكي، في عنا الفايف تايبس اوف ال شو اسمه هدول. هلا فاذا نعرف اذا طلب بنروح على رايت كليك بروبرتيز، اوكي، في عنا السلكشن تايب، عنا هون بكون مكتوب ليبل، اذا رحنا على هاي بيكون مكتوب text box، رحنا على هاي بيكون مكتوب command button، تمام، وهيك هاي هدول برضو كلياتهم زي ما حكينا حيكونوا labels وما حندخل فيهم information، وإنما بالtext boxes مندخل الinformation جوا الforms، أوكي.
هلا بحيث التكست بوكس بتقبل النمبرز، بتقبل نيمز، بتقبل الكالكوليتد زي هون، تمام؟ وهون حكينا في عنا الكوماند بوتن وبس. هلا اذا رحنا مثلا على سيكشنز، اوكي، وعملنا رايت كليك ديزاين فيو، هون زي ما حكينا في عنا فورم هيدر، فورم فوتر، البيج هيدر والبيج هيدر والبيج فوتر، تمام؟ هلا بحيث هدول مش معبين اشي، فاذا عملنا البرنت بريفيو او اذا عملنا الاوبن حيكونوا فاضيين يعني، بس الديتيل سكشن اللي هو فيه المعلومات، تمام؟ هلا بعدين في عنا هون ايش الجندر. الجندر هي عبارة عن كومبو بوكس، اوكي، وعنا التيك تبع الماريد اللي هي عبارة عن تشيك بوكس، تمام؟ إذا حكينا على الفايف تايبس اللي هم ليبل، وحكينا على التكست بوكس، وحكينا على الكوماند بوتن، حكينا على التشيك بوكس، وحكينا على الكومبو بوكس، تمام؟ هدول بس الفايف تايبس. وممكن يطلب إيش اللوكيشن لهذا التايب، مثلا إذا طلب إنه وين موجود البيشنتس نمبر، البيشنتس نمبر موجودة بالديتيل سكشن، اوكي؟ إذا هون كان مكتوب مثلا دكتورز أو شيء زي هيك، إنه وين موجودة الليبل تبع الدكتورز موجودة بالفورم هيدر، بحيث هي عنوان الهيدر كلياته. وهون زي مبدأ، يعني هي حتكون زي مبدأ الخاتمة، إنه حيكون خاتمة الفورم كله. طيب، هل ممكن يكون في عنا calculations؟ تمام، زي عنا نفتح نشوف وين بالدكتورز. تمام، في عنا بالدكتورز في عنا calculations. طيب، هلا عنا السالري ضرب 12 اللي هي حكينا اتفقنا انها كانت الانيوال سالري، تمام؟ وهي برضو calculated حتكون، اوكي، calculated field. في عنا الماكسيمم، المينيمم، والافريج، والسم. هل هدول موجودين وين؟ موجودين بالفورم footer. ايش يعني؟ حيعطيني المينيمم، الماكسيمم، السم، الافريج، وهيك لا السالاريز الموجودين بكل الفورمز. هلا اذا كان موجود هذا الكالكوليتد، كان موجود جوا الديتيل سكشن، تمام، ايش بتكون وظيفته؟ بتكون وظيفته انه يحسب لي مثلا السم للسالري او الافريج للسالري بهذا الريكورد. بس هون لانه في عنا سالري واحد، فاحنا بنعمل له ضرب 12 بس، بحيث انه ما حيكون في عنا مينيمم وماكسيمم، لانه عنا بس قيمه واحده، تمام؟ فبالتالي اذا فتحنا فايل print preview، تمام، وهي شفنا انه في عنا هون الفورم هيدر اللي هي دكتورز، وفي عنا هون الريكوردز كل واحدة بتفرق قيمتها عن الثانية، تمام، والقيم مدخلين. اذا رحنا على اللاست بيج في عنا المينيمم والماكسيمم الافريج والسم. طبعا بس بدنا ننتبه لشغلة كتير بسيطة، ان الافريج بتنكتب AVG بالاكسس، وافريج عادية بالاكسل، تمام. هلا اذا طلب لحظه نشوف هون، تمام، حكينا على الفورم كنترولز اللي هم الليبل والتكست بوكس، الكومبو بوكس، الكوماند بوتن، والتشيك بوكس، تمام. هلا في عنا ثلاث اشياء ممكن يطلب اذا كان bound، unbound، او calculated. هلا التكست بوكس is always unbound، تمام، طيب نعمل رايت كليك بروبرتيز، ببين عنا انها شو، انها ليبل، تمام، وايش اللوكيشن تبع الليبل. زي ما حكينا ممكن تكون فورم هيدر، فورم فوتر، حسب الموقع تبعها بالسكشنز الموجودين بالفورم، تمام. هلا عنا التكست بوكس. التكست بوكس مو زي الليبل، لانه الليبل حكينا اونلي unbound. هلا ممكن يكون unbound، bound، او calculated، بس الcalculated ما ممكن يكون اشي تاني غير التكست بوكس. يعني ما ممكن يكون command button يكون calculated، تمام، بحيث حكينا الcalculated بس للتكست بوكس، تمام. هلا اذا كان bound انه related to the field in the table، unbound not related to the field، تمام. هلا اذا بدنا نعرف اذا كان انه اسم الحقل المطلوب موجود، تمام، لما نعمل زي الاد existing fields كان موجود، معناها شو، حيكون bound، تمام. واذا كان text box طبعا حيكون unbound. هلا الcalculated field حيكون في عنا تبعون between brackets زي مبدأ الكويري، تمام.
اوكي هلأ في عنا زي ما حكينا المينيموم والماكسيموم، إذا حطيناهم بالفورم فوتر بتكون في عنا ثابتين وما في داعي نحطها بكل سجل، أما إذا كانت للريكورد أونلي بنحطها بكل سجل وكل سجل راح تتغير. تمام؟ هلأ إذا رحنا على access أوكي، وفي عنا إذا عملنا على right click properties مثلا لهذا التكست لهذا الليبل أوكي، عملنا right click properties اوكي اصلا كانت موجوده، نرجع نعيد بس right click properties. تمام اعطاني هون ليبل اوكي، عندنا الليبل زي ما حكينا هي unbound. اذا رحنا على التكست بوكس، هلا التكست بوكس هون في عندنا name والsource اصلا موجودين زي بعض اوكي وrelated، فمعناها شو حيكون في عندي bound اوكي. واذا عملنا add existing field عندنا doctor name موجود، معناها هي شو هي bound اوكي. مبدئياً هدول كلياتهم bound تمام. وفي عنا هاي إذا رحنا على ال properties تمام right click properties، في عنا هون ال calculated اللي هي في عنا هون calculation وهي calculated field أوكي. طيب هلأ نرجع للكنترول فورمز، في عنا الكوماند بوتن زي ما حكينا اللي هو هي موجود هون، ممكن يطلب ايش الفانكشن لهذا الكوماند بوتن. هلأ يا اما بتفتح على الرايت كليك اوبن تمام وبيعطيني الفانكشن لما تقرب الكرسر او الماوس عليها، بيعطيني مثلا هون print form او هون delete تمام او هون close، او مثلا تكبس عليهم وبيعطيني ال هاي مثلا نفتح على الفورم اوكي. الايام بتكبس عليهم وبيعطيني مثلا هون في عندنا اوكي او هون ديليت تمام، وهي بيعطيكي بيعطيك الفانكشن تبعها. هلا تمام هلا نيجي نيجي للريبورتس، يعني هو مبدئيا الريبورتس حيكون نفس الفورمز. مثلا اذا فتحنا على هذا اول واحد تمام right click design view، هي نفس المبدأ، في عنا report header، عنا report footer page header والpage footer تمام، في عنا detail section طيب، بحيث عنا هاي هون في عنا labels، في عنا text boxes وهيك. هلا إذا رحنا على report view تمام، بحيث إنه هون زي ما حكينا ما بنقدر نعمل editing للقيم اللي هون، أما بالform عادي بنقدر، بس انه هيكونوا اصلا جاهزين. هلا رحنا على الديزاين فيو تمام، اذا طلب انه حكينا البروبرتيز تمام، طلب البروبرتيز منروح مثلا عندنا هون ليبل اوكي، عندنا هون تكست بوكسز، عندنا اذا طلب التيبل اللي بيعتمد عليه هذا الريبورت نفس المبدا، بنروح على add existing fields، وعنا اذا كانت هون بنعمل show all tables وبنعمل doctors، هي موجود doctors تمام. هلا في عنا شغله بسيطه، اذا رحنا على doctors تمام، هلا حكينا في عنا هون هدول labels اوكي، بس نعمل right click properties تمام، حكينا عنا هدول الليبلز وعنا هدول التكست بوكسز اوكي. هلا في عنا هون للديتيل اللي حكينا للايتش ريكورد اوكي، في عنا السالري طيب بندخله للايتش ريكورد، في عنا هون سم سالري تنتين اوكي. حكينا قبل شوي انه الفانكشن تعتمد على اللوكيشن اوكي، فانكشن ولوكيشن. هلا حكينا السالري هون للايتش ريكورد، سم سالري هون للإيتش جروب أوكي، هون السوم سالري للإيتش ريبورت، يعني مثلا رح يعمل لي هون السوم سالري لكل الريبورتس، هون رح يعمل لي للجروبس أوكي، أنا هون عامل لي جروبينج تمام بالديبارتمنت فوتر أوكي. وفي عنا اللي هي للبيج أوكي، في عنا بعدين السالري تمام اللي هي حكينا للإيتش ريكورد. طيب هلا طيب هلا اذا طلب مني what is the minimum maximum average sum الموجوده بهذا الريكورد، مثلا ريكورد نمبر 4
اوكي منروح اول رايت كليك اوبن، منروح على ريكورد 4 بنعدهم وبناخذ الجواب. يعني اذا رحنا على اكسس تمام، طلب الدكتورز مثلا، هلا هون ما في مينيمم وماكسيمم بالدكتورز، فبناخذ القيمه لانه اصلا ما عنا الا قيمه واحده. اذا طلب بالريكورد 4 عنا 1 2 3 4 اللي هي يزن مثلا، طلب السالري هي السالري، طلب النيم هي النيم. اوكي عنا هاي النمبر اوف ريكوردز. بعدين زي ما حكينا هون على الدكتورز اللي هي السم سالري بتكون موجودة بمكانين، عنا الديبارتمنت فوتر اللي كانت للجروب، اوكي الريبورت كانت للجراند توتال اللي هي التوتال لكل الأرقام السالاريز الموجودة بالريبورت كله تمام. وحكينا أصلا في ثلاث أماكن موجودة لوضع المعادلات اللي هي بالديتيلز، بحيث بتكون لكل سكشن ولكل ريكورد تمام. الريبورت فوتر بتكون لكل الريبورت تمام. الجروب فوتر بتكون لكل مجموعة، زي هون السوم سالري الأولى، هون السوم سالري الثانية، وهون السالري العادية. وبس مبدئيا ما ضل في أي شيء، يعني هيك خلصنا كل الأجزاء، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا كل هاي الأشياء، وأي سؤال إن شاء الله بنكون جاهزين. وشكرا لكم وموفقين.